يقول: هل من نصيحة للشباب الذين يخوضون ويقعون في العلماء؟ لا يجوز لهم أن يطعنوا في العلماء. إذا طعنوا في العلماء من يبقى للمسلمين؟ من يعتمدون عليه؟ لا يجوز، ما يجوز الطعن في المسلم ولو كان جاهلا أو عاميا، ما يجوز من الغيبة والنميمة. فكيف إذا كان عالما يستفتونه الناس ويتعلمون منه؟ هذا لا يجوز.